سماؤنا الأخيار في أرقى مقام، وعطاؤهم يزدان في رحب الوجود. عظماؤنا قد سطروا بين الأنام، إن دارت الأزمان تاريخ الخلود. المدح فيهم ليس يوفيه الكلام، قد بارك المولى لهم أسمى الجهود. وكأنهم بصدورنا أغلى وسام، إذ جسدوا أقوى مواثيق العهود. من علمهم يحلو لنا طيب المقام، وعلى رحاب الخير تجمعنا الوعود. وعليهم اليوم من الله السلام، والخير والبشرى على الدنيا تعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي، لازلنا مع الشيخ الإسلام، وصلنا إلى معركة شقحب. شقحب هي معركة فاصلة بين المسلمين وبين التتار في الشام، بلدة اسمها شقحب في الشام. التتار هذا من أعظم المصائب التي مرت والكوارث في تاريخ الإنسانية البشرية، ليس المسلمين. أتوهم طبعا من منغوليا من جهة الصين، والتتار المغول هجموا على الأمم وجاءوا يكتسحون كالدبة كالجراد، يزحفون تتساقط أمامهم الدول والحضارات. وصلوا لبغداد، أغرقوا طبعا المكتبة، قتلوا، يقتلون في اليوم 70,000 80,000 100,000. يا أخي شيء مذهل. يقول لو حدث إنسان أنه ما وقع في التاريخ مثل التتار لصدق. وشفتوا أفلام مسلسلات عالمية، جنكيز خان وهو لاكو. المقصود لفوا على الشام على سوريا، ولما وصلوا هناك وصلوا في رمضان، قام شيخ الإسلام فخطب في الناس، قال نخرج وافطروا للناس، افطروا في رمضان. قالوا كيف نفطر من قاتلين؟ قال افطروا، واخذ كوب من الماء وشرب أمام الناس، ونزل قال والله الذي لا إله إلا هو ننتصر عليهم. قالوا قول إن شاء الله. قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، واخذ السيف أبو العباس وجاب السلطان، قال اخرج فإن الله سوف ينصرك، والمرة وجهه ليلة كاملة في النصر للمسلمين، وزحف والمصحف معه ويرفع المصحف، قال اتصموا بالله وثقوا في الله وأبشروا ما يسركم، وصف الصفوف وبدأ مع التتار وبدت الأمور. وإذا وكان يضرب، وإذا صوت ثليل السيوف والرماح تتقاصف من فوق الرجال، وعصفت العاصفة ونزلت النازلة وحصلت الآزفة، وكشف الله، وإذا بالتتار ينهزمون ويتبعونهم المسلمين، وانكسروا واندكوا في هزيمة مرعبة في الشام بعدما هزموا في مصر في عين جالوت التي هزمهم قطز قائد المسلمين مع الظاهر ببرص. انتصر أهل الإسلام ورجع أبو العباس، فخرج الناس يرحبون به ويحيونه في شوارع الشام ويرحبون بهذا الإمام العظيم الذي في الصلاة في الميدان وفي السوق وفي كل مكان. أنا أذكر لقطات له، يقول ينزل إلى السوق إلى أناس من المعتقدين في الشعوذة يربون شعورهم، ومعه المقص، ويقص ويعلمهم الفاتحة ويعلمهم الذكر. قال ثم يأتي في العصر فإذا هناك عجائز جالسات، فيأتي فيعلمهم سورة الفاتحة والذكر والدعاء. ثم يأتي إلى أهل البدع، حتى جاء في غربات إلى عندهم ناس يصبون مدري زيت يبارك، فقطع الغربات ومعه ناس يعاونون به. ثم يأتي المسجد فيدرس البخاري ومسلم، ثم يذهب إلى السلطان فيسلم وينصح ويدعو، ثم يأتي إلى أصحابه فيدور عليهم. العجيب أن الله سبحانه وتعالى جعل له مواهب عجيبة، والله لا أقول ذلك مبالغة، أنا لا أستفيد شيئا. سوف التاريخ سوف يظهر تزوير الإنسان إذا زود في الكلام. يقول منين لك هذه المعلومات؟ اسألوا كل المذهب، ترجم عنه ناس شافعية، هو أصلا حنبلي في الأصل لكنه بعدين صار مجتهد مطلع، كتب عنه شافعية كتب، يعني هو ما هو شافعي. الذهبي شافعي، ابن كثير شافعي، ألفوا عنه البرزالي، المزي كألف عنه المالكية، ألف عنه الأحناف، ألف عنه المستقلون عن ابن تيمية. ناس كثير من العلمانيين يقولنا أن يشدهنا ابن تيمية والفلاسفة، أن نتعجب من ذكائه وعبقريته، وهم مخالفون في أشياء ثانية في الديانة. هذا شيخ الإسلام ماذا حصل؟ حصل أن الله لما علم نيته وصدقه رزقه الأخلاق، وأنا سوف أستمر يعني أقف وقفات مع الأخلاق عند ابن تيمية، منها خلق الإنصاف والعدل.
الإنصاف والعدل. أنا أذكركم نموذج واحد وعليكم أنت، واحد من العلماء عاد ابن تيمية وتسبب في حبس ابن تيمية وآذاه وكتب فيه للسلطان وجرره، فلما انتهى قال ابن القيم مات هذا العالم، أتيت إلى ابن تيمية وبشره لأنه عدوه، طبعا هو عدو لكنه شيخ يعني، قال يا أبا العباس مات فلان يعني بس، قال تبشرني إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، قال وانكسر، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، قوموا بنا إلى أهله، قال والله ذهبنا إلى أهلي وأطفالي لهم يتباكم، فسلم عليهم ابن تيمية قال غفر الله لوالدكم ورحمه وأنا أبوكم بعد أبيكم، أنا والدكم بعد والدكم، فأخذوا يبكون. هذا المشهد اللي قاله ابن القيم معه، هو معه ابن القيم، سر عدوك، عدوك اللي يتسبب في أذاك وشتمك وسجنك وحبسك وكل شيء يذهب، أنا أبوكم بعد أبيكم وغفر الله له ورحمه، وإذا احتجتم شيء فأنا حاضر وأنا موجود. قال أخذ يبكون، نسي المصيبة ويبكون من موقف ابن تيمية رحمه الله. هذا هو، هذه الأخلاق الراقية التي هي أخلاق النبوة. أسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويجمعنا به في الفردوس الأعلى، وإلى اللقاء إن شاء الله. علماؤنا الأخيار في أرقى مقام، وعطاؤهم يزدان في رحب الوجود، عظماؤنا قد سطروا بين الأنام، إن دارت الأزمان تاريخ الخلود، المدح فيهم ليس يوفيه الكلام، قد بارك المولى لهم أسمى الجهود، وكأنهم بصدورنا أغلى وسام، إذ جسدوا أقوى مواثيق العهود، من علمهم يحلو لنا طيب المقام، وعلى رحاب الخير تجمعنا الوعود، وعليهم اليوم من الله السلام، والخير والبشرى على الدنيا تعود.